إدارة ترامب في الواقع سددت ضربات يعني حادة ضد النظام الإيراني، ضد الاقتصاد، ضد مناحي الحياة الأخرى، المعيشة للناس، لكن لم تستطع من إسقاط النظام، لأنه في الواقع النظام وحشي وقمع كل معارضات وكل الاحتجاجات اللي تمت خلال العامين الثلاث الماضيين. لكن لا، خلي على بالكم يوم 3 يناير. يوم 3 يناير هو يوم اغتيال جنرال قاسم سليماني وزميله المهندس العراقي. فهذا اليوم أنا أتصور الولايات المتحدة الأمريكية تترقب هذا اليوم، فإذا إيران أو توابعها في العراق أو أي مكان آخر قاموا ب يعني استهداف مواقع أو أهداف أمريكية أو قتلوا أمريكيين أو شيء من هذا القبيل، لا شك أن الولايات المتحدة تقوم بعمليات نوعا ما لم نعرف ماهيتها ومداها، لكن ستقوم بعمليات. يعني ما يثبت نعم ما يثبت ما تفضلت به أستاذ يوسف هو الحديث المتنامي في الآونة الأخيرة عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران، ولكن من وجهة نظركم هل اليوم الولايات المتحدة جادة في تنفيذ مثل هذه الضربات لمواقع تكون حيوية بالنسبة للنظام الإيراني؟ أنا ذكرت، لم تعطني فرصة أكمل كلامي. طيب تفضل. ذكرت أن الولايات المتحدة عفويا لم تقم بأي شيء ضد إيران وتستمر بفرض العقوبات اللي هي مستمرة فيها، لكن هذا لكن مهم، إذا قامت إيران أو توابعها من الميليشيات في العراق أو أي دولة أخرى باستهداف المواقع والأهداف الأمريكية، فلا تشكوا أن واشنطن ستقوم ستسدد ضربات على مواقع حساسة نووية كانت أم عسكرية في إيران. وهذا الغرائب لهذا الأمر كثيرة، منها يعني زيارة إليوت أبرامز المسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية قبل أسبوع تقريبا لتل أبيب لإسرائيل، ومن ثم إلى السعودية ولقائه مع المسؤولين الإسرائيليين ومساعد وزير الداخلية السعودي، وأيضا زيارة بومبيو اللي مستمرة لحد اللحظة إلى إسرائيل ومن ثم إلى السعودية. وهناك أخبار اليوم أن نتنياهو زار سريا الرياض والتقى بمحمد بن سلمان، هذا ما أعلنته الصحافة الإسرائيلية اليوم. فكل هذه الأمور تؤكد ما أقوله، وهو أن الولايات المتحدة ستستهدف إيران إذا في الواقع إيران قامت بشيء ما ضد الأهداف الأمريكية والمواطنين الأمريكيين في المنطقة في 3 يناير أو قبلها بيوم أو يومين. يعني وهناك تحركات يعني تفيد بأن إمكانية توجيه ضربة عسكرية للنظام الإيراني واردة جدا في هذا التوقيت. نعم بشرطها وشروطها اللي ذكرتها، وخاصة الرئيس الأمريكي الحالي يشعر بالغبن لأن أهدافه ضد إيران لم تتحقق بشكل كامل، وإيران أخذت يعني تطور يعني عملياتها النووية، ومنها يعني في نطنز، خاصة في مفاعل نطنز. فكل هذه الأمور في الواقع
ستحفز الرئيس الأمريكي الفكرة لتوجيه ضربة بالشروط اللي إذا حدثت اللي ذكرتها. وضحت الفكرة الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ يوسف ياسين عزيزي، أنا أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من لندن.